الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. نبدأ محاضرة هذا اليوم بالحديث عن النثر وتطوره في العصر الإسلامي. سنتطرق في هذه المحاضرة إن شاء الله إلى تعريف النثر لغة واصطلاحا، ثم نتناول أنواع النثر التي ظهرت في ذلك العصر بعد أن نعرف ما هي أنواع النثر التي كانت في العصر الجاهلي، ثم نأخذ تلك الفنون النثرية بالتدريج واحدة تلو الآخر، والحديث عن أهم مميزاتها وما طرأ عليها من تغيير من العصر الجاهلي إلى العصر الإسلامي. بداية نود أن نعرف ما هو تعريف النثر لغة. نعم، النثر لغة هم هي الشيء تفرقا من نظام الجوف أو اللوز والحبوب والسكر. النثر في لغة توزيع على غير قياس والنظام والوزن والقافية. جيد، النثر لغة هو نثر الشيء على غير قياس، مثل رمي السكر والحبوب إلى آخره، والنظم على غير قياس الوزن والقافية، التأليف على غير نظام قياس الوزن والقافية. والنثر اصطلاحا، المقصود بالنثر اصطلاحا هو الكلام المطلق من نظام الوزن والقافية. من يعيد لي تعريف النثر اصطلاحا يا شبر؟ هذا لغة. اصطلاحا هو الكلام المطلق من شرطي. جيد، أحسنت. أنواع النثر في العصر الإسلامي، يلا يا حوراء. إلى قسمين. القسم الأول هو النثر غير الفني، والنوع الثاني هو النثر الفني. جيد، غير الفني هو الكلام الذي يقسم أيضا بدوري إلى قسمين. القسم الذي يستخدمه الناس للتخاطب فيما بينهم، أي اللغة العامية التي نستخدمها في حياتنا من أجل التخاطب، وأيضا النثر الغير الفني هو الكلام النوع الثاني، الكلام الذي يستخدمه العلماء والمفكرون. لغة التخاطب اللي نسميها في الحياة اليومية، والكلام الذي يستخدمه لغة العلماء والمفكرون. النثر الفني، إلى كم قسم يقسم النثر الفني؟ أو بداية أود أن أعرف ما المقصود بالنثر الفني. جيد، هو النثر المستخدم في النصوص الإبداعية، أي يجب أن يكون النص نص إبداعي، ليس أي نص يكتبه أي شخص نقول عليه هذا نثر أو نثر فني، بل يجب أن يكون هذا النص نص إبداعي. أنواع النثر الفني ظهر عندي بالعصر الجاهلي مجموعة من الفنون النثرية، منها الخطابة كانت موجودة في العصر الجاهلي، وسجع الكهان، والوصايا. جيد، والحكم، والأمثال، والقصص. القصص، إذن الخطابة هذا في العصر الجاهلي. هذه الأنواع أنواع النثر الفني، هذا في العصر الجاهلي. عندما جاء العصر الإسلامي، هل طرأ تغيير على هذه الفنون النثرية؟ عباس ماذا تقول؟ هل طرأ تغيير على الفنون النثرية في العصر الجاهلي عندما جاء الإسلام؟ جيد، ما هو التغيير؟ تغيير الإسلام. جيد، كيف تغيرت هذه الفنون؟ تغيرت
الرسائل؟ الرسائل لم تكن موجودة في العصر الجاهلي. نعم. الرسائل فن مستحدث في العصر الإسلامي. نعم. العصر جيد. الفنون النثرية التي جاء، أفهم السؤال يطلب رجاء، الفنون النثرية التي كانت في العصر الجاهلي هل طرأ عليها تغيير بعد مجيء الإسلام أم بقت على حالها؟ نعم تغير. ما هو التغيير؟ الخطابة. تحنا طلاب نأخذها فن فن. فن الخطابة عندما جاء العصر الإسلامي تغيرت موضوعات الخطابة. هل في العصر الجاهلي كان عندي نوع من أنواع الخطب يسمى بالخطب الدينية؟ كان خطب التشريع؟ لا، هذا كله في العصر الإسلامي هي استحدثت. يستخدمون في الخطب الزواج والحروب. جيد. كانت الخطب تختصر على أوقات اللي يكون فيها حروب بين القبائل، وأيضا في حالات الزواج كانت تستخدم فيها الخطب. زين. سجع الكهان ماذا طرى عليه من تغيير؟ لغية جملة وتفصيلة. سجع الكهان مثل ما ذكرنا، من يعرف شيء عن سجع الكهان؟ أنه مجموعة من الناس يدعون أنهم لهم بعض الجن التي تستمع إلى أصوات من السماء وتعرف أمور غيبية تعلم بها الناس، لكن بعد مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام نفى كل ذلك وقال لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. إذا سجع الكهان لغية، والوصايا ظلت موجودة حتى في العصر الإسلامي، الحكم أيضا موجودة والأمثال موجودة والقصص، لكن هناك فنون استحدثت في العصر الإسلامي، ما هي؟ القرآن الكريم، الرسائل. نقول الخطب النثر الإسلامي اللي جاء في العصر الإسلامي، الخطب موجودة عندي بعد التي نشطت بشكل كبير وظهرت فيها أنواع جديدة لكنها تختلف عن الخطب التي كانت في العصر الجاهلي. بعد أنواع النثر، العبود. جيد. العبود والرسائل والتوقيعات. أيضا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته. أيضا القرآن الكريم، لكن مثل ما اتفقنا أنه القرآن الكريم هو كلام نثري، لكن هو كلام الله المنزل ولا يمكن مقارنته بباقي النصوص الأدبية الأخرى. زين. الآن ما المقصود بفن الخطابة؟ ما المقصود بالخطابة؟ هو فن مشافهة الجمهور من أجل التأثير بهم واستمالته. جيد. بعد. بعد يا شبر. المنقح. جيد جيد. بعد مجيء الدين الإسلامي وقف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم موقف المصحح والمنقح من الخطب التي كانت في العصر الجاهلي، أي تغيير المضامين أو المناسبات التي تستخدم فيها تلك الخطب. عندي أنواع الخطب في البداية نتناولها. ما هي أنواع الخطب التي ظهرت في العصر الإسلامي؟ خطب القرآن، الخطب الديني، خطب الوفود، التشريع، خطب سياسية، والخطب السياسية وبيان منهج الحكم، مو؟ وأيضا الحث على الجهاد، الحث على الجهاد. زين. بداية نود أن نعرف ما المقصود بالخطب الدينية. بعد يا هوراء. وجدت خطبة الرسول في صلاة الجمعة بعد الهجرة، الحمد لله أحمده واستعينه واستغفره واستدلي وآمن به ولا أكفره وأعادي من يكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد عبده ورسوله
فقد رشد ومن يطيع فقد غوى ومن فقد وضل ضلالا بعيدا. جيد. الخطب الدينية هي الخطب التي سادت في العصر الإسلامي إلى يومنا هذا، لا تزال الخطب حتى هذا اليوم تستخدم، خاصة في صلاة الجمعة وفي العيدين. نعم، وكان الطابع الديني هو الطابع الغالب عليها. زين، مضامين الخطب الدينية، على ماذا كانت تقوم الخطب الدينية؟ هداية الناس، هداية الناس ووعظهم وإرشادهم إلى ما فيه صلاح دنياهم. بعد جيد، وتبليغهم بما عليهم من واجبات وما ينبغي عليهم من واجبات. زين، مثال على ذلك مثل ما ذكرت زميلتكم خطبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الجمعة بعد الهجرة، ترون أن النص يبتدئ بحمد الله واستغفاره ويحمده على هدايته والإيمان بالله سبحانه وتعالى وتكفير كل ما سواه. بعد ذلك يتطرق إلى موضوع الخطبة الرئيسي، وعادة ما تكون في الخطب نهاية يوحي الخطيب بقرب خاتمة الخطبة. زين، النوع الثاني من الخطب ما هو؟ خطب الوفود. يلا شيماء، شيماء خطب الوفود العصبية القبلية بنفس إسلامي. ممتاز ممتاز. خطب الوفود مثل ما ذكرنا أيضا هي خطب مستحدثة بالعصر الإسلامي، تختلف عن الخطب التي كانت سائدة بالعصر الجاهلي، هي خطب المنافرات والمفاخرات. عرفنا أنه بعد مجيء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد قضى على كل ما كان عليه في العصر الجاهلي من التفاخر بين القبائل فيما بينهم العفو، فكانوا يتفاخرون بالأحساب والأنساب والمال والعدد والعدة، بينما بعد مجيء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أصبح التفاضل بين الناس من خلال ماذا؟ تفاضل بين الناس بعد مجيء الرسول. ممتاز، بالتقوى فقط، يفضل الإنسان على الآخر بالتقوى وبالعمل الصالح. إذن الخطب الوفود التي ظهرت في العصر الإسلامي كانت القبائل العربية بعد ظهور الدين الإسلامي تأتي إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يا أما أن تعلن الإسلام وتدخل في الدين الجديد، أو عندما تأتي لتعزية أو في مناسبة ما يقوم أحد خطباء هذه القبائل ويلقي خطبة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن النفس أو الطابع الغالب على هذه الخطب هو نفس قبلي، لم يتخلصوا منه في خطب الوفود. زين، ما هو دور الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يستقبل ما يقولون من مفاخرات ومنافرات إلى آخره في الخطب التي يفيدون بها؟ جيد، كان يرد عليهم بشنو؟ بنفس ديني. نذكر مثال على ذلك وفد بني تميم اللي جاء للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكان يفخر بقومه ويقول فضلنا الله على الناس فمن يجارينا، ويذكر العدد والعدة إلى آخره، لكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طلب من الخطيب أنه يرد عليه بنفس إسلامي، وذكر الخطيب في خطبته إن الله سبحانه وتعالى إن كان فضل أحد من العالمين بالمال والعدد والعدة فهو فضل من الله سبحانه وتعالى، وقد اختار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من بين الناس جميعا وهو أكثرهم نسبا وشرفا إلى آخره، وما جاء في نص الخطبة. النوع الآخر من الخطب ما هو؟ خطب التشريع. أحسنت، خطب التشريع هل كانت موجودة في العصر الجاهلي؟ كلا، هي مستحدثة في العصر الإسلامي.
جيد جيد، شكرا جزيلا. خطب التشريع هي الخطب التي تقوم على جزء من آيات القرآن الكريم وبيان تلك الأحكام الموجودة في الآيات القرآنية، أو توضيح بعض القضايا التي لم ترد فيها آيات قرآنية من أجل تنظيم حياة الناس في المجتمع الجديد. وكان الشخص الذي يقوم بأمر هذه الخطب هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. حوراء، أكملي عن شيئا خطب التشريع. جيد، أحد النماذج عن خطب التشريع هي خطبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع. ماذا كان نص الخطبة؟ نحمده ونستعينه، أنفسنا أعمالنا، نص الخطبة ما هي المضامين التي كانت تدور عليها خطبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع؟ احنا مو ذكرنا انه هذه الخطبة هي احد نماذج خطب التشريع. ما هي التشريعات التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الخطبة؟ جيد، شرع العديد من الأمور وحرم الكثير من الأمور على الناس، منها قتل المسلم مو ودم المسلم على المسلم حرام إلا أن يكون. يلا يا حوراء، تشريع جو الأمان والاستقرار في هذه الخطبة. بعد وحرم أن يقتل دم المسلم في دم المسلم لأنه حرام، وقال إنني بلغت، يعني إنه أرشدنا بهذه الخطبة، يعني إنني من بعدي لا تغلو. ما اسمك؟ ممتاز، ما اسمك أنت؟ إسراء. ما هي التشريعات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ التشريعات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في نص الخطبة 15 نقطة، 15 تشريع. حرم الربا ايضا. جيد، احسنتي. وحرم الدماء واسقط الثار عامر بضبيعة بن حارث بن عبد المطلب. احسنتي. وإن المؤمنين اخوة فلا يطش ولا يطش ولا ظلم ولا نزل ولا حرب. وارسى قاعدة مهمة في شريعة الباب والخاصة الذين تدخل في العوامر. جيد. بعد وفيها نوع خطب ورفع من شأن المرأة أيضا، يردها إلى صاحبه. فكل هذه التشريعات مثل ما تعرفون أنه خطب التشريع التي شرعها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 15 نقطة تقريبا هي التي جاءت في خطبة الوفود، شرعها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين كي تسير حياتهم على نهج صحيح بعيد عن المشاكل، بعدما كانت في العصر الجاهلي تختلف اختلافا جذريا. مو كان القتل مستباح، الربا كان متفشي في ذلك المجتمع، شرب الخمر أيضا، كثير كثير من القضايا التي حرمها الدين الإسلامي وشرعها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من خلال الخطب التي كان يخطب بها في ذلك العصر. نعم يا مصطفى، تمام.
خطب التشريع. ما المقصود بخطب التشريع؟ هي خطب الحث، عفوا خطب الحث على الجهاد أقصد. نعم. جيد. بعد الذي فرض القرآن على المسلمين قوله تعالى وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لأن الدولة عدو إلا على الظالمين. جيد. بعد يا عباس. والخطأ التي كذب المسلمين دفاعا القرآن المشروع عليهم التي حث عليها القرآن والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والإمام علي دفاعا الحقوق المفروضة عليهم وتكون خطبة الإمام علي جيد. مثال على ذلك خطبة الخطب الحث على الجهاد هي الخطب التي تدعو المسلمين إلى القتال الذي فرضه القرآن الكريم، ليس قتال الناس جميعا بل القتال الذي فرضه القرآن الكريم في ذلك الوقت، وقاتل مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. زين، مثال على ذلك خطبة الإمام علي عليه السلام كان يقول إسراء. نقرأ بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة. ممتاز. النوع الآخر اللي عندي من الخطب هو الخطب السياسية وبيان منهج الحكم. أيضا هذه الخطب هي من الخطب المستحدثة في العصر الإسلامي ولم تكن موجودة في العصر، أكثر ما ظهرت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبعد ما أصبحت أو نشأت الكثير من الأحزاب بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فكان يقوم من كل حزب خطيب يبين المنهج الذي سيسير عليه هذا الحزب كي يبينوا منهجهم للناس حتى أما أن يقتدوا بهم أو يذهبوا إلى حزب آخر. كما عرفنا هنالك الكثير من الأحزاب التي ظهرت بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. لو أردنا أن نتحدث عن الخصائص بعد أن تطرقنا إلى أنواع الخطب في ذلك العصر، نود الآن أن نعرف ما هي الخصائص الموضوعية والفنية للخطب في العصر الإسلامي. بداية، هل من أحد لديه سؤال عن أنواع الخطب أو تعريفها؟ شيء غامض؟ أحد عنده سؤال؟ أحد عنده إضافة؟ زين، ما هي الخصائص الموضوعية؟ يلا يا أسراء. الخصائص الزمانة الموضوعية، تسعة موضوعات الخطاب وعنوانها استجابة لدواعي الدعوة الإسلامية وتطورات وما دارتها من ضرورة التأليم والانتشار كالآن الخطاب وعيدة والتشريعية وخطاب الوصول والجهاد. جيد، لحظة، اتسعت موضوعات الخطابة في العصر الإسلامي، مو؟ احنا عرفنا انه بالعصر الجاهلي كانت عندي انواع محدودة من الخطابة، الخطابة التي كانت في حالات الحرب او السلم وحالات الزواج، لكن بعد مجيء الدين الإسلامي ظهرت انواع عديدة من الخطب، اتسعت حسب اتساع الظروف في العصر الإسلامي بعد مجيء الرسول صلى الله عليه واله وسلم. زين، ثاني نقطة، اتسمت جيد. النقطة الثانية اللي امتازت فيها الخطب في العصر الإسلامي إنها تتسم بالوحدة الموضوعية، يعني الخطيب عندما يبتدئ ببسملة ثم الحمد لله والثناء عليه، مو؟ بعد ذلك يدخل إلى موضوع الخطبة أو جو الخطبة ثم يوحي بنهاية الخطبة، مو؟ وبعدها الدعاء للناس جميعا. بعد التشريع والخطب السياسية، الخطب في العصر الإسلامي أيضا كانت تنماز بطول الخطبة، يعني الخطبة ليست قصيرة سطر أو سطرين أو ثلاث بل كانت تمتاز بالطول، والموضوع الخطبة هو الذي يحدد طول تلك الخطبة، وخاصة في الخطب السياسية وخطب التشريع مثل ما شفنا بخطبة حجة الوداع أنه 15 أمر تشريعي بينها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يلا يا رسول، بعد من السمات الموضوعية لفن الخطابة. سيد الشيخ، سمح معانا الخطب من جد والعمق وصدق في القول والميل إلى العاطفة
جيد. بعد تداخل موضوع كتابة المناظرات والمحاضرات التي كانت في إجابية وموضوع وفود الوفود عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي خلق هذا أحسنتي. مثل ما ذكرنا أنه خطب الوفود القبائل التي تفد على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وخطب المنافرات كان فيها نوع من التداخل، مو؟ فكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقبل من هذه الخطب ما هو مقبولا ويرفض ما كان مستبعدا عن الدين الإسلامي. وأيضا الخطب في العصر الإسلامي تنماز بالصدق الديني أو الصدق الموضوعي، وهذا كله يدخل ضمن الصدق الديني، يعني صدق الموضوعات التي يتحدث عنها الخطباء. أيضا من السمات الفنية التي انمازت بها الخطابة في العصر الإسلامي، يلا يا حوراء. أحسنتي. بالعصر الإسلامي بعد أن ظهرت أنواع الخطب، نلاحظ من السمات الفنية التي مازت بها الخطب آنذاك هي وجود معجمين لفظيين كبيراً بعد وجود هذه الخطب. يعني مثلاً بالعصر الجاهلي كان موجود لفظة الزكاة، الصلاة، الصوم، لم تكن هذه الألفاظ موجودة، لكن بعد مجيء الدين الإسلامي ظهر معجم لفظي كان يستخدم في هذه الخطب. أحسنتي. لغة الخطابة في العصر الإسلامي كانت تمتاز بالسهولة والبعد عن الألفاظ الغريبة، على اعتبار نص الخطابة هو الخطابة، انتبهوا يا طلاب رجاء، الخطابة هو فن مشافهة الجمهور، مو؟ مشافهة وليس قراءة نص الخطبة. يعني الخطيب مثلا خطيب يوم الجمعة هل يكتب نص الخطبة في أوراق ويوزع هذه الخطابة أم هو يلقي مباشرة على الناس؟ إلقاء، مو؟ لذلك يختار من الألفاظ ما هو ميسور وما هو سهل وقريب إلى الأذهان، ويستبعد الألفاظ الصعبة. لماذا؟ حتى يكون الناس معه ويستوعب ما يقول ولا يفوته ما سيأتي من نص الخطبة. بعد من مميزات الخطبة الفنية استخدام بعض الفنون البديعية مثل ما ذكرنا في نص الخطبة، وهذا ما يزيد الخطب قوة ورصانة وأيضا جمالية ويعطيها نوع من الموسيقى. من هذه الفنون التي نذكرها هي فن الطباق، فن الطباق الذي كان يستخدم في الخطب. نعرف ما هو الطباق. الطباق هو على نوعين، إيجابي والنوع الثاني هو السلبي. زين، مثال على ذلك نص خطبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. زين، هسه نشوف الطباق الإيجابي وين يتمثل بنص الخطبة: يهدي ويضل. الفعل يهدي والفعل يضلل. الفعل يهدي والفعل يضلل. تلاحظون أنه الأفعال أحدهما عكس الآخر، الهداية عكس الضلال، فهذا ما يسمى بطباق الإيجاب. طباق إيجاب أي يكون الفعل الواحد يؤدي معنى والثاني يؤدي معنى معاكس له. زين، هذا طباق الإيجاب. الطباق السلبي كيف يكون؟ فلا مضل له وفلا هادي له. جيد، يكمن في هذا اللفظ فلا مضل له وفلا هادي له. لماذا؟ ما الفرق بين الإيجابي والسلبي؟ أن الإيجابي لا يستخدم فيه أداة نفي، بينما الطباق السلبي يستخدم فيه أداة نفي. شوفوا هو أيضا نفس المعنى، فلا مضل له ولا هادي له، تقريبا نفس دلالة الأفعال، لكن هنا يستخدم الاسم والأداة النافية نفس الحالة، اسم وأداة نافية. زين، بينما بالحالة الأولى بدون وجود أدوات نافية فقط الأفعال، وهذا ما يسمى بالطباق الإيجابي. أما ما يستخدم
مع مؤدات نافية يسمى بطباق السلبي. بعض من السمات الفنية التي مازت بها الخطابة في العصر الإسلامي. يلا يا عباس. جيد. الخطب التي كانت في العصر الإسلامي من مميزاتها الفنية أيضا كانت تبتعد عن التعقيد والتكلف في الصياغات والتراكيب والأساليب. أيضا أحيانا نجد أنه الخطيب يستخدم بعض التراكيب النحوية ويخرج فيها عن قياس الموضوع له. مثلا أسلوب الاستفهام، نحن نعرف أن الاستفهام هو طلب الإفهام وهو رغبة المستفهم الحصول على جواب، مو؟ لكن أحيانا الخطيب يستخدم هذا الأسلوب لغايات أخرى، يعني على غير قياس. مثلا يكون للتعجب، أحيانا يأتي للتعجب، مثلا يقول من طلب الباب؟ من يعطيني مثال عن الاستفهام الذي يخرج عن التعجب؟ مثلا أقول من طرق الباب؟ محمد طرق الباب، مو؟ حصلت على السؤال، متى ستأتي؟ غدا سأتي. لكن أقول أتخرج والسماء تمطر؟ أنا متأكدة أنه هالشخص حيخرج والسماء هي تمطر، لكن السؤال مؤتي لغرض ماذا؟ التعجب، مو؟ أتخرج والسماء تمطر؟ فهنا السؤال ليس لغاية جواب، حصول على جواب نعم سأخرج أو لا لم أخرج، بل الغاية من ذلك هو التعجب. زين، بعد أحد عنده إضافة أو أحد عنده سؤال عن السمات الفنية والموضوعية لفن الخطابة؟ أزيان. عوامل، الآن نتطرق إلى عوامل ازدهار الخطابة. ما هي العوامل التي ساعدت على ازدهار الخطابة في العصر الإسلامي؟ يلا يا عباس. جيد. ظهور الدين الإسلامي هو أحد الأسباب التي ساعدت على نشوء الخطابة. يكفي يا عباس. شكرا. عوامل ازدهار الخطابة هي ظهور الدين الإسلامي، هو كان أكبر عامل وأكبر سبب لتطور فن الخطابة في العصر الإسلامي. أيضا من عوامل التي ساعدت على ازدهار هذا الفن هو الفتوحات الإسلامية. فبعد إن كان ينتشر الدين الإسلامي في الجزيرة العربية وفي بقاع الأرض، كان الكثير من الخطباء يخطبون في الناس وأصحاب القبائل التي يفتتحونها في ذلك الحين، ويخطبون بهم ويبينون لهم منهج الحكم الذي سيسيرون عليه. أيضا الفتوحات الإسلامية ذكرناها، بعد الوعظ والإرشاد عندما تكون هنالك قبائل أو أمصار جديدة دخل فيها الدين الإسلامي، لابد أن يكون هنالك خطيب يوعظهم ويرشدهم إلى ما فيه صلاح دنياهم، ويبين لهم الأعمال الواجبة عليهم أيضا حتى تسير الأمور على ما يرام. أيضا النظام الإداري الجديد الذي ظهر في ذلك العصر. يلا يا رسول. جيد، أحسنتي. انقسام الدولة إلى ولايات أو إلى نظام إداري جديد، أيضا كان هذا يؤدي إلى أن يكون ضمن كل ولاية أو ضمن كل نظام أن يكون هنالك خطيب يخطب في القبيلة أو في القوم الذي ينتمي إليه، ليبين لهم منهج الحكم وسياسة هذا الحزب أو هذه الفئة التي سيتبعها. أيضا بعض منهم عنده إضافة من أولا أصدقائي هنزا أصدقائي كتاب الثانية؟ لا، بعد من أخير الكتابة. يلا يا شكرا، عندك شيء؟ بعد عندك كتابة؟ هل عندك سؤال؟ إزيان. هسا عوامل ازدهار الخطابة أعرفناها وأنواع الخطاب أيضا نشرحناها. ندخل الآن إلى موضوع جديد وهو الكتابة الفنية. بداية أود أن أعرف ما هو تعريف الكتابة. الكتابة لغة، والكتابة أيضا اصطلاحا، ما المقصود
موجود في الكتابة. الكتابة هي مصدر كتب يكتب كتابة ومكتبة. ولغة إن هو حوراء. الكتابة لغة هي الخط وتصوير الألفاظ بحروف هجائية. أحسنت، هي الخط. يمكن أن نعرف الكتابة نقول هي الخط وتصوير اللفظ بحروف هجائية. الكتابة اصطلاحا عادة مثل قبل منطوقة على الورق منها خلال أشكالها ترتبط مع الواجبة. أحسنتي. إعادة ترميز اللغة المنطوقة على الورق بواسطة حروف ترتبط مع بعضهم. اللغة المنطوقة على الورق بواسطة حروف ترتبط بعضها ببعض. يلا يا شبار، إيد لتعريف الخطابة لغة واصطلاحا. موجود قدامك على الصفحة. زين، نتطرق الآن إلى دواعي الكتابة وأغراضها التي ظهرت في العصر الإسلامي. يلا يا حوراء. يلا. أحسنتي. الأول غرض كان يحتاج المسلمي آنذاك للكتابة هو تدوين القرآن الكريم والحفاظ عليه من الضياع، فأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بماذا؟ بأن يعلم أسرى بدر كل شخص، كل أسير يعلم 10 من المسلمين القراءة والكتابة، بعد ذلك يطلق صراحة. زين. زين. كانت الحاجة أيضا ملحة إلى الكتابة في الشؤون الملك والسياسة والحرب والسلم وفي كتابة العهود والمصالحات والمنشورات والوصايا التي ظهرت بالعصر الإسلامي. أيضا بعد اتساع الفتوحات الإسلامية أيضا زادت الحاجة في افتتاح الدواوين وكتابة تلك الدواوين. أيضا حاجة المسلمين ازدادت إلى الكتابة في العصر الإسلامي. الكتابة كانت تكتب في العراق وبلاد فارس باللغة الفارسية وفي بلاد الشام باللغة الرومية وفي مصر باللغة القبطية. زين. قولنا. جيد. بعد ذلك تحولت اللغة إلى الكتابة إلى اللغة العربية على يد مجموعة من الكتاب في جميع الأمصار العربية. أصبح الناس يكتبون بلغة واحدة وهي اللغة العربية. زين. أنواع الكتابة التي ظهرت في العصر الإسلامي هي مثل ما ذكرنا العهود والرسائل والتوقيعات. العهد لغة هو كل ما عهد عليه الله سبحانه وتعالى وكل ما بين العباد من مواثيق. زين. بعد اشرحي لي يا العهد اصطلاحا هو اتفاق بين طرفين جيد لبين له كل طرف ما له وما عليه. احسنتي. قيام عيش مشترك وسلام اجتماعي بينهم. جيد. اذن العهد اصطلاحا هو اتفاق بين طرفين يبين لكل طرف ما له وما عليه من اجل عيش مشترك وسلام مشترك بينهم. زين. مثال على ذلك صلح الحديبية هو أحد العهود التي دونت في ذلك العصر. ما نص الصلح؟ باسمك اللهم عبد الله اصطلحا على وضع الحرب على الناس 10 سنين فيهم الناس وكيف بعضهم على بعض على أنه من أتى محمد بن قريش بغير أذن وليه ورده عليهم ومن جاء قريش ممن مع محمد لم يردوه. أحسنتي.
احسنتي جيد. مثل ما نعرف انه هذا الصلح الذي كان بين الرسول صلى الله عليه واله وسلم يبتدئ بالبسمله، وقيل ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم بداه بكلمه بسم الله الرحمن الرحيم، لكن سهيل عبد الله عفوا سهيل بن عمرو قال للرسول عليه الصلاه والسلام، قال له انا لا اعرف ما تعني بسم الله الرحمن الرحيم، بل اكتب بسم الله باسمك اللهم. فغير الرسول ذلك وغير الكثير من بنود هذا الصلح مع ما يتجارى لصالح الدين الاسلامي. زين، بعد الان نتطرق الى المسائل التي ظهرت في العصر الاسلامي. كان هذا المصدر يطلع على فرع وقد كان يرد الرسائل الى الموسى. بداية الرسائل في العصر الجاهلي كانت تطلق على الخبر، اي هنالك رسول يرسل رسالة شفوية الى شخص ما في قبيلة اخرى، مو يطلق على الخبر. بعد ذلك، بعد مجيء الدين الاسلامي وانتشار الكتاب والتدوين، يلا اكمل. مرسل يعني طريق رواة الخبر الى الشفوي. جيد، دليلنا على ذلك وجدنا الرسائل. احسنت، لكن ذلك لا يمنع من وجود الرسائل المكتوبه، مو بعد انتشار الكتابه والتدوين. جيد، يلا يا حوراء. تسلم فان أبيت. أحسنتي. أنا طالبة من عندكم سؤال إنه تحللوا لي هذا النص تحليل موضوعي، هذا حيكون واجب عليكم، واجب وعقوبة على هذا التحضير اللي محضريه. زين؟ أي تحليل موضوعي سهل مو؟ يعني أنا ما قلت لك تحللوا تحليل موضوعي، ماشي؟ زين. عندي النوع الآخر من أنواع الكتابة اللي هو التوقيعات. لا اشرح لي، لا تقرأ لي، اشرح ما المقصود بالتوقيعات. هي ضرب من الفنون النثرية التي ظهرت في العصر الإسلامي. بعد يلا حوراء. تعريفها عرفي لي. هي ضرب من الفنون النثرية. هي فن من فنون النثر الأدبي، وقيل إن الملوك الفرس كانوا يوقعوا بها على ما يرد إليهم من تظلمات الأفراد. جيد، كان الخلفاء يوقعون بها بآخر الرسائل التي ترد إليهم، مو؟ كانت رسالة تأتي إلى الخليفة أو الوالي أو الحاكم، فماذا يفعل؟ يوقع توقيع بسيط، أي ليس هذا التوقيع المعروف بالوقت الحالي، وإنما بعض العبارات يكتبها آخر النص المرسل إليه ويهمش بها على ما أتى في متن الرسالة، فهذا هي ما يسمى بالتوقيعات. ضرب من الفنون النثرية الموجزة، كان الخلفاء يثبتونها آخر الرسائل التي ترد إليهم، مو؟ وقلنا من كان يستخدمها في بداية الأمر؟ الإمام علي أيضا عليه السلام. مثال على ذلك، بالبداية كانت رسالة أرسلت إليه، ما هو من سليمان الفارسي، ماذا كان يسأله؟ عن ماذا؟ أحسن، كيف يحاسبون الناس يوم القيامة؟ فكان التوقيع أو الرد بأنهم يحاسبون كما يرزقون. أحسنت. السماء الغالبة على التوقيعات في ذلك العهد كانت بعبارات موجزة وقليلة، وهي تحاكي أسلوب القرآن الكريم من حيث الفصاحة ومن حيث الإيجاز، وأحيانا تكون التوقيعات أما جزء من آية قرآنية أو حكمة أو مثل، مو؟ فكانت موجزة بعباراتها وقليلة. بعد تمتاز بالبلاغة، أيضا بلاغة عالية تجاري القرآن الكريم بأسلوبها. بعد أحد عنده إضافة؟ أحد عنده سؤال عن فن التوقيعات؟ زين،
آخر شيء نتحدث الآن عن خصائص الكتابة الفنية التي ظهرت في العصر الإسلامي. خصائص الكتابة، ما هي أبرز الملاحظات الفنية التي سجلت على الكتابة في ذلك العصر؟ همام، كانت الكتاب في ذلك العصر مختصرة وقليلة على ما هو عند الضرورة، فقط عند الضرورة يستخدموها، ليس في كل شيء يستخدمون الكتابة على اعتبار قلة الأشخاص الذين يعرفون الكتابة وقلة الأدوات، أدوات الكتابة من أوراق وأقلام إلى آخره، فكانت على الأمور الضرورية فقط كتدوين القرآن الكريم أو الصلح أو الرسائل التي تكون في السل والحرب. بعد التعبير عن المقاصد بشكل دقيق. كانت النصوص الكتابية تحاكي أسلوب القرآن الكريم في رسالة العبارة والجزاء. ذكرناها. غلبت الإيجاز مع السهولة والسمو والفخامة. أحسنتي، غلبت الإيجاز مع السهولة والفخامة، يعني الأسلوب يكون سهل لكن بنفس الوقت معبر عن المعنى. انتزمت الفنون الكتابية في عصر الإسلام بالاقتباس من القرآن الكريم. واقتباس يا أما يكون مباشر أو غير مباشر. جيد. بعد حوراء، كانت الكتابة، الكتابات تكون فيها مقدمة زين. اللغة التخاطب التي كانت تستخدم في الكتابة مختلفة، أحيانا لغة الإفراد مثل يقول أنا، وأحيانا يتكلم بلغة الجماعة يقول نحن مثلا، هذه أحد السمات التي سجلت على الكتابة. أيضا كانت الكتابة تمتاز بوجود مقدمة ثم عرض ثم خاتمة. أحسنتم.